بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج الجريء، أهلا وسهلا بكم على شاشة الصحة والجمال. طبعا احنا عارفين كل حلقة بنجيب السلبيات والإيجابيات، وقلنا قبل كده في الحلقات الماضية كل مصلحة فيها الصالح وفيها الطالح، زي ما بنجيب الحلو بنجيب الوحش، لأن برضو هنقول تاني وهنكرر وهنعيد، المشاهدين ملهمش ذنب في الكلام اللي احنا بنقوله. احنا صابعنا مش تحت ضرس حد، ولا عينينا من إزاز حد يعرف يكسرها لنا، ولا على راسنا بطحة حد يعرف يحسس لنا عليها. برنامجنا برنامج محترم، إدارة قناة محترمة، شاشة محترمة، بنعرض السلبيات والإيجابيات. أنا بقول الكلام ده ليه والمقدمة دي ليه؟ عشان في ناس قاعدة على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، طبعا هم عارفين نفسهم كويس، يعني مش هقول بقى دبلوم صنايع وقاعد ولا راجل كهربائي ولا الكلام ده. يا ريت يعني الناس دي تخلي بالها من مهنة بتاعتها، تاخد الزرادية والمفك والكلام ده تروح تشتغل، ملهاش دعوة بشغل الصحافة والإعلام، لأن مجال الإعلام ده خط النار، مش أي حد كده بيتكلم فيه وخلاص، كل واحد قاعد بيكتب كلمة وخلاص. وأنا ببعت رسالة على الهواء مباشر، يعني على مستوى جمهورية مصر العربية، إدارة السجل المدني، الناس اللي بتروح تطلع بطايق مكتوب فيها محرر صحفي وهو في الأصل كهربائي ولا أصلا دبلوم صنايع، الكلام ده ما يصحش. في شكوى مرة واثنين وثلاثة جات للبرنامج على صفحة برنامج الجريء، وطبعا احنا إن شاء الله دي هتبقى حلقة كاملة هنناشد فيها السيد وزير الداخلية، وهنناشد فيها يعني المسؤولين على جميع المحافظات، لأن احنا اتواصلنا من خلال البرنامج مع الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين. طبعا قال أي حد بيكتب رئيس مجلس إدارة جريدة ما أو محرر صحفي أو الكلام ده لازم يرجع بالاستمارة بتاعته، يروح بالاستمارة يختمها من نقابة الصحفيين ويرجع تاني للسجل، غير كده يبقى ورقه مزور. ياريت كل واحد يخليه في مهنته. وهقول حاجة صغيرة كده قبل ما اطلع اتفرج على تقرير، احنا معانا تقرير طبعا من محافظة السويس، ناس يعني استغثت بالبرنامج ونزلنا بكاميرا برنامج الجريء، رصدنا ثلاث بيوت، الناس قاعدة في الشارع، وطبعا الناس دي اصحاب البيوت عشان في جنبهم بيت وقع، استغثوا بالبرنامج، نزلنا بالمصورين سجلنا مع الناس، وفي طبعا بيت وقع هناك، نزلت الشرطة برجال الحي وشمعوا ثلاث بيوت جنب البيت اللي وقع. طيب يعني احنا عاوزين نفهم حاجة، الناس دي قاعدة أمام البيوت وإحنا في جو شتاء والجو ساعة، والناس دي معاهم أطفال بيروحوا المدارس وناس موظفين وناس بيروحوا على شغلهم، يناموا في الشارع؟ السيد رئيس الجمهورية قال كده، السيد رئيس الوزراء قال كده، السيد وزير التنمية المحلية قال كده، احنا هنناشد السيد محافظ السويس بس بعد ما نشوف التقرير عشان ما نحكمش على حاجة. اما هنطلع احنا معانا ضيف الحلقة النهاردة، هنطلع نجيب ضيف الحلقة وهتتفرجوا على التقرير وهرجع أعلق على التقرير. طبعا بقى أنا عاوز أوصل رسالة للناس اللي قاعدة رصدة برنامج الجريء على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعني إلى أصحاب النفوس المريضة الضعيفة، إن لم تستحوا فافعلوا ما شئت. الفرق ما بين قلم هاني وارس الصحفي وما بين إعلاميين الرقص على الحبال هو ما ينطبق عليه المثل، لتأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لتحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب، تموت الأسود في الغابات جوعا ولحم الضان تأكلها الكلاب. دي رسالة من مقدم برنامج الجريء للجاهل والحاقد والفاشل والمأجور والمنافق اللي عاوز يوقع مصر، اللي قاعد بيتكلم وبيكتب وخلاص،
ينزل يصور الشوارع وهو مش فاهم هو بيكتب ايه، ويقول لك اصلك اهدار مال عام عند رئيس الحي ما ولا رئيس المدينه ما. لا يا فندم، انت ما تعرفش حاجه، انت بس عشان في مهنه تاني دخلت بعد الثوره، مفيش ثقافه تعامل، مفيش ثقافه عند اللي بيكتب، بتكتب اي حاجه وخلاص، مش عارف يعني ايه اهدار مال عام، ولا عارف يعني ايه شارع بيتفحل وبيترسك، انت مش فاهم حاجه. رئيس الجمهوريه بص للمحافظات، بص لجمهوريه مصر العربيه، في حاجه اسمها بنيه تحتيه، اما بيفحطوا الشوارع بيعملوا المواسير اللي هي من زمان ما اتغيرتش، في حاجه اسمها انارة طرق، في حاجه اسمها رصف، في حاجه اسمها دوله طالعه لقدام، لكن انت جاهل قاعد بتكتب وخلاص. انا مش هتكلم كتير، يا ريت تطلعني فاصل وفرج الساده المسؤولين والمشاهدين على تقرير البيوت، ويطلعني نجيب الضيف ونرجع تاني. موجودين في الشارع من نص شهر 11، والبيت واقع زي ما حضراتكم شايفين، ده البيت المتضرر من البيت من الوقعه. واتفضل حضرتك تخش جوه، احنا رحنا المحافظه ورحنا الحي ورحنا الاسكان، وكل ما نروح مكان ما بنلاقي شعاعات نافع واهانه، وطلعوا بره ومش هنعمل ومش هنسوي، مش عارفين نعمل ايه. اول حاجه اللي حصل كالاتي، البيت ده كان فيه شغل سباكه، تمام، فالجزء اللي تحت انهار على السباك خلاص. فاحنا اتصلنا بصاحب العقار اللي هو محمد الوريس، قلنا له تعالى، راح عمل محضر اثبات حاله، راح اسم الاربعين، راح الحي الاربعين، ومن حي الاربعين راح ودوه على اسم الاربعين، واسم الاربعين ادى له ورقه اثبات حاله، تمام، ترجع لحي الاربعين عشان حي الاربعين ياخد ايه قرار. حي الاربعين جه عاين البيت، جه عين البيت، يعني خليك واحد في الجزئيه دي، جه عينه البيت وما ادوناش قرار ازاله، سابوا البيت على عامه. من كام؟ من 12 2018. الشهر اللي فات بس، اللي هو اخر 10، تمام، البيت وقع على مرتين، حاسه بيها صوت وربنا يعيط. احنا تعبنا بصراحه، البنات مرميه في الشارع. تعال شوف اهو، وكل اللي يجي يصورنا ويمشي ويضربونا وبهدلونا. مش انا بس هو اللي بستفسر منه، 38 يوم لاقل واحد ساكن في قلب العقارات دي ما يقلش عن فوق ال 65 سنه. هي دي بس الحاجات اللي بتحرق الدم، ناس تقعد في السقعه دي في الوقت ده وفي ايام زي كده ازاي؟ مين اساسا يقول كده ومين يرضى بكده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، عقار مين اللي فاضي؟ أربع شقق أو أربع ناس ساكنين قاعدين في قلب الشارع، بيفرشوا بالليل في قلب الشارع عشان يناموا في قلب الشارع، أقل واحد فيهم 65 سنة، هو ده اللي أنا أقدر أقوله، مش عارف يعني.
مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. طبعا ما ينفعش يبقى في محافظتنا أو في بلدنا السويس استغاثات وما نستقبلش الاستغاثة. أهالينا نايمين طبعا في الشوارع، وقبل كل شيء احنا نقضنا نقد بناء، بنبني بلدنا أو نقد منهجي. فرسالة للمسؤولين، التقرير يتحدث عن نفسه. معانا النهاردة ضيف حلقة اليوم الشيخ فكري الأطرش الطميري، شيخ قبيلة الطميريات. مرحب بيك يا شيخ فكري. يا مرحب. يا مرحب أستاذ هاني، مرحب بيك في برنامج الجليل. يا مرحب. طبعا احنا دوشناك شوية بتقرير، طبعا التقرير ده كان لازم اللي احنا نعرضه. لا ده واجب، واجب. دول أهالينا طبعا. طبعا احنا عاوزين النهاردة بقى يعني نعرف ايه دور القبائل العربية بمحافظة السويس اتجاه الدولة، وانا برحب بيك على الهواء مباشر. يا مرحب، ومرحب بيك يا استاذ هاني. هو اسم على مسمى برنامج الجريء، لان انت جريء فعلا، وانا بشكرك انك في اول بداية عرضت ناس محتاجة، ناس فعلا يعني نايمة في الشارع والساجعة وده حرام شرعا. انا ما اعرفش الملابسات ايه، بس طبعا اكيد ده حرام شرعا. اما موضوع الجبال العربيه، اولا قبل مبدا هرجي وكلامي، قبل اي شيء خالص لابد ابعت رساله من قلبي وعلى لسان الجبال العربيه للسيد فخامه السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي. وانا على الهوى الحين، وانا عارف طبعا جميع المشايخ ومن اهلي وناسي ومن قبيلتي وجيراني بيشوفوني الحين، بقول لسيادة فخامة السيادة الرئيس كلمتين يدلوا على حب الناس ليه. هنقول له انت في الوجدان حي، فخامتك في الوجدان حي، في وجدان كل مصري حي، وفي العيون ضي، وفي الصحراء ري. والله يا فخامة الرئيس من قلبي وعلى لسان الجبال العربية. الله الله الله. لأن الجبال العربية بتحبك، بتحبك بجد وبتحب البلد. طب عاوزين نعرف إيه دور القبائل العربية اتجاه الدولة، من جيش، قوات مسلحة، وزارة الداخلية، شرطة، اتجاه المواطنين في الشارع. والله أستاذ هاني بدون مجاملة، يعني طبعا الحمد لله والشكر لله. هو المفروض أنا ما ردش على السؤال ده، المفروض المؤسسات هي اللي ترد الدور، لكن أنا هوضح بعض أشياء. فضل. الحمد لله إن إحنا جنود مجندة في القوات المسلحة بالوراثة، يعني كل قبيلة لها شيخ ولها جدور ولها جذور في البلد. طبعا من أيام 57 67 73 وكله طبعا يشهد بذلك، كل القبائل، الطرابين، العلاقات، الحوطات، الاطملات، كل القبائل لهم يعني بصمه. وكان الحمد لله والشكر لله شاهد لينا اكثر مسؤول، ومش من يعني من زمان، ان احنا الحمد لله كنا سبب النصر في 73، والحمد لله والشكر لله يعني. اما في خدمات ثاني القبائل بتقوم بيها، زي فض المنازعات. فض المنازعات، فض المنازعات اللي هي يعني مثلا لو في حد متخانق او سائل، ما تقولش مثلا يا فنان اتفضل يا استاذ هاني. فض المنازعات دي على فكره صعوبتها صعوبه قويه جدا، يعني قوانين ومبادئ ومناهج. يعني أذكر الأمثال عندنا في السويس وفي جميع الجبال العربية، أمثلة ومشايخ شايلة فوق كتافها حمل، تمام، وممكن تسيب شغلها وتسيب مالها وتسيب أشغالها لصلح الناس. تخيل، يعني عندنا أمثال كتير. عندنا الشيخ لام أبو غازي، نعم، قبل من أبوه وأخوه الله يرحمه الشيخ سلام رحمة الله عليه. عندنا أبو عتيقة
ابو اشرف، عندنا الشيخ دخل الله ابو سويلم، عندنا الشيخ محمد ابو ضواعن. اسماء لها تاريخ، اسماء لها تاريخ في حل المشاكل وقتل حدود بين ارض وارض، مشاكل جمعية زراعية. هي يعني الحمد لله والشكر لله المجاعد بتاعت البلد بتحل وبتشيل حمل من على القضاء. وأبلغ عليك برضو فرجي، ده بيكون مشايخ بتكون مكلفة من وزارة الداخلية ومن حتى جهات سيادية يعني. جهات سيادية انت الحين هتعمل مداخلات تليفونية. نعم. يعني الشيخ لامي أبو جازي الطرباني شيخ قبيلة الطرابين. طب ما تخلينا نتفرج على التقرير، يا ريت لو فريق السويس. الكنترول جاهز بالتقرير من ماشي. طيب جهز لي التقرير. والشيخ سيف ابو رويدي برضو راجل حل المشاكل. اما الشيخ لامي بقى اكتر شويه، لان هو رئيس لجنه فض المنازعات. الشيخ لامي ابو جازي. تمام. شيخ قبيله الطرابين بالسويس. تمام. اكتب شيخ قبيله الطرابين بالسويس. تمام. لان كل شيخ كل قبيله لها شيخ. ده شيخ، ده شيخ قبيله الطرابين بس. هم كم قبيله يا شيخ؟ هم 73 قبيله. 73 الموجودين في مصر. في مصر 73 الاطملات والطرابين، الاطملات والطرابين والحوطات والفواخريه و و و و و وبلي ومزينه و احنا قلنا ايه؟ طب يلا عشان على الهوا. ماشي اتفضل. اتفضل سامعك. انا سامعك. عاوز ايه بقى؟ اتفضل. 73 قبيله. اتفضل. اتفضل عد. عد. الموجودين في السويس؟ قبائل كتيره يعني 73. اطملات والحوطات والمزينه. مصر احنا عاوزين اللي في السويس. اللي في السويس مقيمين؟ التقرير نزل ولا لسه؟ اللي موجودين في السويس. اتفضل. الموجودين في السويس طرابين، حوطات، اطملات، مزينه، مسعيد. طيب احنا معانا الشيخ سيف ابو رويدي معانا على الهواء مباشر. مرحب بك يا شيخ سيف. يا مرحبا، اهلا وسهلا، كل عام وانتم طيبين. وانت طيب يا شيخ. يا شيخ لو انت امام الشاشه ابعد لي شويه عن التليفون بس والشاشه عشان اسمعك كويس. لا والله انا بعيد عن الشاشه، والشاشه المحطه بتاعتكم مش شغاله. طيب كلمني بقى، يعني كلمني النهارده ايه دور القبائل العربيه؟ والله دور القبائل العربيه معروف من ايام الفتحات، وفي دور القبائل العربيه شغال. تمام. معانا النهارده الشيخ فكري الاطرش شيخ قبيله اطميلات النهارده على الهواء مباشر. النهارده بيتكلم عن القبائل العربيه ودورها في محافظه السويس. القبائل العربيه موجوده في كل المحافظات، مش محافظه السويس وبس، يعني كل تمام. المحافظات فيها قبائل عربيه، يعني من شرقها الغرب هالجنوبها لشمالها. تمام. يعني ايه ايه دور القبائل العربيه اتجاه الدوله، اتجاه مؤسسات الدوله؟ هي العصب للدولة القبائل العربية في كل المجالات. نعم. هي العصب الدولة القبائل العربية، وهو يعني الحكومة عارفة ذلك، والتعاون القبائل العربية مع الحكومات ومع الجيوش ومع المخابرات ومع جميع الجهات المختصة بالدولة لها اتصالات بالقبائل العربية. أشكرك يا شيخ، أشكرك، شكرا شيخ سيف، الله يكرمك. تمام يا شيخ. قلنا 73 قبيله، وقلنا طبعا اتكلمنا عن الحويطات واتكلمنا عن القبائل اللي انت حضرتك قلت عليهم. النهارده القطاع الريفي وانا بسجل تقرير عندكم كان محروم من الخدمات. مظبوط. من الساده المسؤولين. عاوزك تكلمني بقى على القطاع الريفي بحي الجناين. طبعا القطاع الريفي ده ابن من ابناء القطاع الريفي. القطاع الريفي ده انا انتمي ليه. نعم. ويزيدني شرف ان انا من ابناء القطاع الريفي. اما القطاع طيب الريفي معايا الشيخ لامي ابو جازي من محافظه السويس. مرحب بيك يا شيخ لامي. شيخ قبيله الطرابين. معايا الشيخ لامي ابو جازي شيخ قبيله الطرابين. قبيله الطرابين. مرحب بيك يا شيخ لامي. ورئيس لجنه فض المنازعات. شيخ لامي معايا؟ ان شاء الله فتح. مرحب بيك يا شيخ لامي. اتفضل يا استاذ هاني، ربنا يعزك. الله يعزك. النهارده معانا الشيخ فكري الاطرش
شيخ قبيلة اطميلات معانا على الهواء مباشر وبيتكلم عن دور القبائل العربية. كلمنا عن دور القبائل العربية بمحافظة السويس اتجاه الدولة. في البداية أنا بمسي على حضرتك وعلى الشيخ فكري وعلى السادة المشاهدين. مرحب بيك. مرحب بيك يا شيخ لامي. بالنسبة لدور القبائل العربية بنقسم لشقين، قسم شق مؤسسي وشق مدني. المؤسسي بالنسبة للمؤسسات الدولة، جيش، شرطة، ده طبعا مش محتاج ان انا يعني انوه عنه او اتكلم عنه، لان ده دور معروف للقبائل العربيه وطني. ولو حضرتك بصيت بالنسبه للمجاهدين هتلاقي اكتر نسبه مجاهدين موجوده في جنوب وشمال سيناء، تمام، ابناء القبائل العربيه. اما بالنسبه للقسم المدني اللي هو طبعا متعاونين في تفضل المزاعات، متواجدين هو رئيس لجنه تفضل المزاعات. حضرتك رئيس لجنة فض المنازعات في السويس؟ اه لا مش منفرد طبعا، لا معايا ناس كتير. تمام تمام. والشيخ سلام اخوه. حضرتك عاوز تضيف حاجة للقطاع الريفي عندكم؟ اه طبعا، حضرتك حتى الشيخ فكر المتواجد مع حضرتك عارف بالنسبة لفض المنازعات معانا برضو فض المنازعات، في برضو معانا ناس حاج محمد ابو سعود، الاستاذ احمد مراد، المشايخ الشيخ اخلال الله، الشيخ ابو دوير، الشيخ بيت. ذكرتهم ذكرتهم بالفعل بالنسبه لفض المنازعات يعني. اشكرك اشكرك يا شيخ لامي، اشكرك. تمام يا شيخ، كلمني بقى. وانا بالنيابه عنك يا فندم بشكر الشيخ لامي على جهوده الملموسه في القطاع، الملموسه، ما بتاخرش عن حل اي مشكله، وبيسيب شغله وبيسيب ماله وبيسيب ارضه وبيسيب اشغاله وبحاول يحل المشكله مع المجموعه، مع الاستاذ احمد مراد، مع الحاج محمد ابو السعود، عمده تطميلات. اشكرك. النهارده القطاع الريفي زي ما احنا قلنا محروم من الخدمات، وطبعا في كذا شكوى، طرق وصرف صحي، اه، والميه بصراحه يعني، طرق وصرف صحي. تخيل يا استاذ هاني ان لحد وقتنا هذا في قريتين، قريه البطراوي وقريه 46 ما فيهاش صرف صحي، كلها خزانات. قرية ايه؟ البطراوي. البطراوي وقرية 46. قرية 46 غير البيوت الجانبية للترعة، اه، كلها دي من غير صرف صح. ليه؟ طب نشوف التقرير كده ونرجع تاني، يا ريت لو انت جاهز بالتقرير طلعني نشوف التقرير كده. وبعدين في مشاركة من ابناء الجناين، هنشوف التقرير وهنرجع تاني. من ابناء الجناين يشاركوا معانا. اتفضل اتفضل كنترول، اتفضل. مرحبا بيك. اهلا وسهلا، كل عام وانت طيبين. النهارده يوم جميل، يوم الجمعه، يوم الرحمه، يوم تجمع الاحباب. كلمني النهارده عن التجمع دوت الجميل. والله طبعا احنا في يوم الجمعه دايما بتبقى في صلاه رحم وموده وكده، فالنهارده احنا عند الطمالات النهارده موجودين طبعا، حتى للتعارف، للناس تعرف بعضها، تتكلم مع بعضها، لو في مشاكل داخليه، في مشاكل عامه، بيبقى الكلام مفتوح في كل حاجه. وانا شاكر جدا وجودكم الحقيقه، ودي اصلا دي سمات السويسه مع بعض على طول، دايما بنلتقي في المناسبات ودايما بنتشاور في الاراء، والحقيقه المجتمع السويسي دائما في محبة وفي وفاق الحمد لله. هو بداية بشكر سيادتك على مجهودك في نشر كافة إيجابيات محافظة السويس وكذلك السلبيات. اسمح لي بأنقل تحية بيت العيلة بمحافظة السويس لسيادتك وللقناة الفضائية اللي بتنقل هذه الأحداث. النهاردة طبعا احنا في ضيافة الشيخ فكري الأطرش، شيخ قبيلة الطميلات، نوع من التواصل الاجتماعي. الشيخ فكري كل فترة بيعمل يعني بيجمع الحبايب في عزومة كل يوم جمعة كده، فالنهاردة احنا في ضيافته وبنشكر قبيلة الطميلات وبنشكر أهالي الجناين على كرم الضيافة. والله هو دايما الشيخ فكري مجمعنا بالحب، ودايما بيجمع الحبايب كلها في الجناين، وبنشكر قبيلة الطميلات وبنشكر الشيخ فكري وبنشكر كل الجماعة اللي هم دايما بيجمعونا هنا هوت في الجناين بالمحبة والحب بيننا وبين بعضينا. يعني أنا بشكر الأول الأستاذ هاني، بشكر بيت العيلة، بشكر الحاج فكري الأطرش اللي هو جمعنا في حي الجناين. وإحنا بنشكر طبعاً الشيخ فكري على المناسبة الجميلة ديت، ولم شمل بيت العيلة، وعلى التجمع الجميل دوت في منطقة الجناين،
واحنا بنشكر كل اللي في الجناين على الضيافه الجميله ديت وعلى راسهم الشيخ فكري. بقدم الشكر طبعا والتحيه للشيخ فكري وكل عائله الطميلات بالجناين. طبعا هي دي مش جديده على الشيخ فكري وصفه سائده على السويس جميعا، ولكن هي صفه مميزه لبيت العيله. بيت العيله دايما لما الشمل، وفعلا بيت العيله، وبنشكر كل قيادات بيت العيله وكل اعضاء بيت العيله، ونشكر الشيخ فكري على هذا التجمع الجميل في حب الله دايما على طول. يا رب متجمعين ان شاء الله. كل عام وانتم طيبين، وربنا يجمعنا دايما في الخير. دايما ان احنا امه واحده، امه الاسلام، والشعب المصري كله بجميع طوائفه ودياناته. نقول لهم كل عام وانتم طيبين، وربنا يجيب لنا الامن والامان، ومصر تستقر وتبقى جميله. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد. طبعا شفنا تقرير من داخل القطاع الريفي بحي الجناين، وتحديدا من عند الشيخ فكري الاطرش، شيخ قبيله اطميلات. مرحب بك يا شيخ فكري. يا مرحبا ازيك. طبعا النهارده الجمعه، يوم جميل، يوم عظيم، يوم تجمع الاحباب. الحمد لله. نزلت كاميرا الجريء طبعا في القريه اللي حضرتك موجود فيها، عائلة الأطرش، أو عائلة الأطرش عائلة. وطبعا سمعنا من يعني الحاج محمد أبو السعود، وسمعنا من الشيخ يعني لامي أبو جازي، وسمعنا بيت العيلة، وسمعنا الناس المحترمة قالوا إيه في حقك. بس أنا قبل كل شيء، حضرتك زي ما الناس بتقول كده على يعني التواصل الاجتماعي، نازل أي مجلس شعبي، محليات، مجلس الشيوخ، نازل أي حاجة عشان بس أبقى عارف او اوصل رساله للناس دي؟ تمام. انت جريء صح؟ طبعا انت جريء. وانا صريح. اتفضل. صح. انا ما بحبش السياسه. في فرق بين السياسه بتاعت المجالس وبين السياسه بتاعت الحياه. تمام. انا ما بحبش سياسه المجالس نهائي، وده انا بقولها على الهواء. يعني تصريح منك على الهواء، انت مش نازل ولا مجلس شعب ولا محليات ولا اي حاجه نهائي. تمام. نهائي. نتكلم بقى على ضيوفك اللي كانوا في التقرير. والله ضيوفي دي يعني اولا مشايخ وعواقل وكبارات عائلات، الحاج محمد ابو السعود عمده اطميلات بالسويس، والشيخ لامي يعني صديقي وراجل مخلص، وكل ضيوف بيت العيله ضيوفي في عيلتي، عيله الاطرش في ربع البغدادي. ده يعني يا مرحب بيهم. اول مره تعمل تجمع للاحباب؟ لا والله انا بعمله على طول ان شاء الله. في حب في الله فقط لا غير. ربنا يجمعكم في الخير. الحمد لله، لان الناس محترمه كلها وتحب الوطن، وانت عارف طبعا كان بيت العيله، فبنتلم في حب في الوطن فقط لا غير يعني. تمام. رسالتك ايه للدوله؟ والله الدولة او مصر رايحة بينا على فين؟ مصر رايحة في ازدهار ونجاح الى نجاح بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي الرئيس فخامته. ده كلام الاخر. تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح الى نجاح. طب تقول ايه او كلمتك ايه على الهواء مباشر للقنوات الاخوانية الفضائية المأجورة اللي قاعدة برة مش عاجبها اي حاجة في مصر؟ كل شويه تنزل حاجات على الرئيس، على الوزراء، على مصر، مش عاجبها اي حاجه في مصر. الناس دي قاعده بره بتشوه صوره مصر من اجل الدولارات. انا لسه متكلم على الناس اللي هي قاعده، اللي هي مش مهنيه يعتبر، واللي دبلوم صنايع، واللي كهربائي، واللي رئيس جريده او رئيس مجلس جريده البتنجان والمسقعه والكلام ده. احنا سمعنا على حاجات كتيره قوي، وبيروحوا السجل المدني وبيضربوا بطايق والكلام ده. تقول ايه للناس دي؟ لان اصلا القنوات الاخوانيه اللي بره دي بتنقل من الناس الماجوره الكلام ده، وطبعا الدوله ادت للناس الماجوره دي على دماغهم، واتحبسوا واترموا في السجون، وانت عارف الكلام ده كويس. فكانوا عاوزين يقوموا ثوره في الايام الماضيه. ياخدوا فوق. تقول ايه بقى؟ انا اقول والله ان مصر ده وطن، وصعب انك تلاقي وطن ده امان. بامان، والحمد لله. انا بشكر فخامه السيد الرئيس و يعني الجدارين، انا بشكرهم على الهوا، لان انا مسميهم جدارين. جدار خارجي سميك وقوي يحمينا من العدو الخارجي، وده جدار اقوى من الداخلي. جدار الخارجي يسمى بالقوات المسلحه. نعم. ده انا يعني اجلع عجلي تحيه ليه. نعم. جدار حميني من العدو الخارجي،
والجدار الداخلي الشرطة المصرية أحييها، والجدارين أقوى من بعض فلابد التماسك. طب نقول إيه للطفرة اللي حاصلة على التواصل الاجتماعي فيسبوك، الناس اللي مش مؤهلة للصحافة ولا الإعلام، وبيقعدوا يتهموا الناس بالباطل ويقعدوا يكتبوا أي كلام، وطبعا في ناس طبعا هم عاملين 7-8 صفحات وهمية يخشوا على اللي قولهم ويتهموا الناس بالباطل، تقول لهم إيه؟ والله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. لأن الذي لا يريد أمل لمصر لا يريد أمل لعرضه. نعم. اللي فرط في أمان بلده يفرط في عرضه بكرة. طيب الراجل الشريف يا استاذ هاني، فضل. الشريف زي ما بنقول الراجل الصعيدي والراجل الفلاح والراجل الشرقي، اللي خاف على عرضه يخاف على امان بلده. احنا جربنا في ايام الثوره، فكل واحد يحرس بيته. سؤال في عجاله، اتفضل. وحضرتك من محافظه السويس، تقول ايه لقيادات السياديه بمحافظه السويس وقيادات مديريه امن السويس بالمحافظه خلال الايام الماضيه؟ والله انا الايام اللي فاتت يعني انا بشكر سياده اللواء محمد بيجاد وبقول له مبروك على الترقيه يا فندم، لانه راجل مثال للعمل الجاد. وطبعا ببارك لسياده اللواء رجب عبد العال واقول له ربنا يقويك واحنا معاك. معانا المهندس عمرو الكومي رجل اعمال من محافظه السويس بقطاع الريفي بالمحافظه. مرحب بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك استاذ هاني. مرحب بيك باشمهندس. معانا الشيخ فكري الاطرش شيخ قبيله اطميلات بالمحافظه، النهارده بيتكلم على دور القبائل العربيه بالقطاع الريفي، واتكلمنا طبعا على السلبيات والايجابيات بالمحافظه. تمام. دور المسؤولين ايه اتجاه المحافظه او اتجاه القطاع الريفي؟ والله انت استاذ هاني طبعا انا برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام الشيخ فكري الاطرش من الناس المحترمين. الله يخليك يا استاذ عمرو، من الناس المحترمين في العمل العام، والراجل ما بيخلش على اي حد. ثانيا بالنسبه للدور، هنتكلم عن القطاع الريفي خاصه، القطاع الريفي متعطش بكميه الخدمات طبعا مش متواجده بشكل دائم، ينقصها طبعا الطرق والمرافق والكلام ده كله. وطبعا احنا بنتوجه بالشكر للسيد عبد المجيد صقر محافظ السويس على اللي بينزله، ويعني بنقول له نظره للقطاع الريفي. نظره للقطاع الريفي، يعني القطاع الريفي محروم من الخدمات؟ ايوه تمام، القطاع الريفي محروم من خدمات كتير مش متواجده داخل محافظه السويس. اشكرك يا باشمهندس. كلمه اخيره لحضرتك قبل ما انهي الحلقه. قبل ما انهي الحلقه وقبل ما اقول الكلمات الختاميه، في مداخلتين لابد منهم. تمام. لابد استاذ احمد عبد النبي، لابد يعني استاذ احمد عبد الله مش بيرد، كنترول بيتصل بيه ما بيردش والله. استاذ احمد عبد النبي منتصر على التليفون. نعم. استاذ احمد عبد الله منتصر على التليفون. حاول معاك كنترول، اتفضل. والله يا كلمتي يعني للمسؤولين نظره للقطاع الريفي. القطاع الريفي يختلف عن جميع الاحياء، بمعنى القطاع الريفي عائلات وعواقل. تمام. القطاع الريفي من اصل السويس، اقدم ناس في السويس، لان طبعا انت اعلم ان السويس 27 محافظه في السويس. تمام. جميع الملل، صعيد وفلاح وبدوي ونوبي واسواني، كل الناس في السويس، هو ربنا كتب عليها كده. القطاع الريفي يمتاز باصل العائلات في السويس. نعم. فحر القناه. نعم. يعني اطميلات من ايام عمرو بن العاص، من ايام ما جينا ونزلنا انا وناسي وقبيلتي وعربنا في عيون موسى. تمام. نقلنا في السويس وفي اراضينا ايام فحر القنال عند وقتنا هذا من 1700 وي. فنظر القطاع الريفي، لان القطاع الريفي كلمتك للسيد الرئيس والقيادات الامنيه قبل ما اختم الحلقه في عجاله. كلمتي لسياده الرئيس بقول ربنا يقويك سياده الرئيس. كلمتي بقى لسياده المحافظ، يعني انا برضو بشكر سياده المحافظ وبقول له ربنا يقويك، بس نظرة للقطاع الريفي، نظرة للقطاع الريفي. أنا هحكي لك حاجة صغيرة يا فندم، لأن أنا طبعًا أنتمي لقبيلة اطميلات، وده يزيدني شرف إن أنا أنتمي لقبيلة عربية عريقة. نعم. وأنتمي لربع البغدة، وأنتمي من عائلة الأطرش. طبعًا الحمد لله حاجة بسيطة أحكيها لك، والله هذا حصل. في عجالة بس عشان وقت الحلقة. في عجالة. نعم. يعني من حبنا في انتصارات أكتوبر، أنا ليا خال الحاج عبد العزيز
حاج عبد العزيز ده عبر مع القوات المسلحة الضفة الثانية في حب في الانتصار، وعبى رمل في توب جلبيته وعبر القناة وعرض نفسه للقتل عشان يجيب الرملة بتاعت سينا يبدرها في أرض السويس ويقول لها أختك سينا بتسلم عليك. معانا الأستاذ إبراهيم الأطرش، رئيس جمعية الطميلات. رئيس جمعية الطميلات، مرحب بيك يا أستاذ إبراهيم. بيك يا فندم، إحنا سعداء بيك والله يا فندم. مرحب بيك، كلمني النهاردة بقى عن محافظة السويس وعجالة كده. والله محافظة السويس هي بتاعت الحروب وبتاعت محافظة يعني سمعنا يا فندم؟ سمع. الحمد لله رب العالمين، احنا هنا مبسوطين جدا بسيادة الرئيس وبالحكم الحاكم، وبنحيي جميع القائمين على هذا العمل، وبنحييكم انتم يا فندم والله، وسعداء بالبرنامج بتاعكم ده ان شاء الله. اشكرك استاذ ابراهيم. شيخ فكري، تحيا مصر. تحيا مصر. جيش شرطة وشباب السويس، وتحيا طميلات وتعيش طميلات بجميع رباحها وبمشايخها، وتحية خاصة بوجهها على التلفزيون للقبائل العربية كلها، للقبائل العربية اللي احنا متماسكين، واحنا بنتأسف طبعا للقبائل العربية، لان انا راجل ما اعرفش اسامي القبائل كلها، وكل القبائل العربية على دماغنا من فوق واهالينا، وساعدنا طبعا بتشريف الشيخ فكري الأطرش شيخ قبيلة اطميلات. كلمتك قول، كمل. انا تاك فوق دماغي لان عجاليه هو بطاقتيه وسحبتيه ليه فيها اغراض اخرى. طب تقول ايه بقى شاشه الصحه والجمال وبرنامج الجريد؟ قبل ما اقول الصحه والجمال، انا بهني نفسي ان انا انتمي للجبال العربيه، وبشكر جميع الجبال العربيه. تمام. وبشكر شيخنا الشيخ احمد سلامه داوود شيخ اطميلات العموم، بشكره وتحيه ببعتها له من على برنامج الجريء ومن على قناة الصحة والجمال. وبشكر الحاج إبراهيم الأطرش رئيس جمعية اطميلات، لأن احنا على فكرة يا أستاذ هاني الجبيلة الوحيدة اللي عندنا جمعية مشهورة في الشؤون الاجتماعية. كلمتك بقى للقناة عشان قبل ما اختم. والله كلمتي للقناة أقول لها يعني مكان البدر خليتك وبأحلى اسم ناديتك، ولو شاء الله بأحلى وردة أهديتك. أشكرك. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في برنامجكم الجريء، وضيف حلقة اليوم الشيخ فكري الأطرش الشيخ قبيلة اطميلات، وتحية كبيرة للقبائل العربية، وخليكم معانا على وعد اللقاء. وآخر كلامي الله المستعان، وخليكم معانا في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.